ممكن تعاودي تتزوجي؟ ما نقدرش. على ما نقدرش. علاش بصح؟ ما قدرتش ننسى، دوكا عنده 5 سنين، ما قدرتش الان ننساه، ما قدرتش. حبيته يعني بزاف. هو اول رجل في حياتك؟ هو اول رجل في حياتي. إيه سبحان الله، مرات المراه كي تحب تحب بصح. معليش ام لك، ان شاء الله ان شاء الله تفرج ان شاء الله ان شاء الله، لانه عبك انا ملي نعرفك كنت شغل غير تبكي العام اللي فات، بكيتي هذا العام شغل بزاف خويا يوسف. للان مازال وضعيتي مازال ما تبدلت. انا متمني نشوفك تضحكي، يعني فرحانه بدارك اي مواطنه، فرحانه بدارك انت وملاك، وملاك هي صغيره مازال باش تفيق. انا نحب نشوف بنتي ولا غير مام هو، ومتمني قبل ما يموت قال لي حياتي انا نحب نشوف ملك في سكنه جديده، مانيش حابه نتمرمد بنتي في البراك. قال لي ان شاء الله كي تكبر مالك نديها للسكنه جديده. هي كبرت مالك وباباها راح مات، الله يرحمه ان شاء الله. هي ما تعرفش باباها الان، ما تعرفش باباها والو، ما تعرفش تحف غير القبر، باك تروح للقبر. مني مات باباها والو، حتى واحد ما هوس عليها ولا يزخس عليها ولا والو. يعني خرجوك خرجوك وانت ما درتيش العده، كي تتوقعي يجوا يسقسوا عليها الناس؟ الناس غريبه.